في خلال يوم كامل والمشاركون بين شد وجذب لمراجعة مخرجات المنتدى الوطني الشامل الذي عقد في 19 من مارس آذار 2018، فأحد المشاركين الدكتور عطية جويد جار النبي قرأ ما خلص عليه المؤتمرون، منها نقاط بقيت على حالها ومنها طالبوا بتنفيذها في أرض الواقع. رئيس بعثة المنتدى التمهيدي المنعقد بولاية والداي السيد علي وعبد الله إبراهيم قال إن الحوارات والنقاشات جاءت بثمار جمة، وأن مثل هذه النقاشات ستزيد من شفافية العمل الوطني، وأن مخرجات هذا المنتدى التمهيدي سترفع للجنة الوطنية المنظمة للمنتدى الوطني الشامل الثاني. وفي إزداله لستار أعمال المنتدى التمهيدي حاكم ولاية والداي الفريق إبراهيم سعيد محمد قال إن هذه الأعمال الوطنية ناتجة عن العمل الغيور الذي يقوده رئيس الجمهورية المارشال إدريس دبي إتنو الساعي لمشاركة الجميع في مصير الدولة. وبذا أعلن رسميا اختتام هذا المنتدى التمهيدي. وللتذكير أن النتائج التي خلص إليها هذا المؤتمر التمهيدي سترفع إلى اللجنة الوطنية المنظمة للمنتدى الوطني الشامل الذي وعد به رئيس الجمهورية المارشال إدريس دبي إتنو المقرر عقده في 29 من الشهر الجاري.